كان نتكلم على الكورة دلوقتي، مفيش حد في التحليل مش هيتكلم عن أهمية حصولك على نص الملعب. اللي بيمسك نص الملعب هو اللي بيكون ماسك المباراة، هو اللي بيكون ليه حظوظ أكتر إن هو يكون بيضايق الفريق المنافس. بمتابعتك للمباراة اللي فاتت، نقدر نقول مين كان متفوق أكتر في الموضوع ده، بالرغم إن احنا يعني منتخب السنغال كان أكتر علينا بعض الشيء يعني مقارنة بحظوظه وفرصه، ولكن نقدر نعمل إيه عشان نمتلك نصف الملعب في هذه المباراة؟ بص، هو مبدئيا بس لازم نبقى عارفين كويس قوي ان الماتش اللي ده او الماتش النهارده تحديدا مختلف تماما على ماتش النهائي اللي فات، لان انت عندك الماتش اللي جاي ده معركتين، معركه في الذهاب هنا على استاد القاهره، واحده في السنغال. فالماتش متقسم على كانه شوطين، النهارده شوط والشوط الجاي في السنغال. فطبيعي منتخب السنغال هيلعب بشكل مختلف واستراتيجي مختلفه وطريقه مختلفه عن اللي احنا شفناها في نهائي افريقيا. طب واحنا نفس الكلام؟ أنا بقول كده. لا يا زلمه، ده اكيد. لا ده اكيد. فزي ما كان السنغال مستحوذ وكان ليه الاولويه والمبادره نوعا ما شويه، واحنا كنا بنحاول نضغط عليه، الموضوع هيبقى العكس النهارده ان شاء الله باذن الله. الكوره هتبقى معاكي، هتبقي مستحوذه، ولكن الفكره كلها زي ما قلت لك، انت مش بس بتقابلي منتخب عنده نقطه قوه في الهجوم، لا عنده نقطه قوه في الدفاع، فيقدر كويس قوي بالنسبه له يعرف يطلع بالمباراه من وجهه نظر اليو سيسي، ان هو يطلع بالمباراه النهارده ببر الامان، وفي نفس الوقت هيبقى عندنا عبء كبير جدا على المرتدات. انت بتقولي نص الملعب، احنا نقدر نتحكم النهارده في نص الملعب. انا بص، دي الكوره اللي انا عايز ابص، ساديو ماني هو اللعيب اللي بيشاور ده في منتخب السنغال، طرف الشاشه اليمين خالص، هو اللي بيشاور بيقول لساليو سيس طير، كوليبالي هيلعبها لك. وطبعا الدفاع دايما هيبقى مشغول بساديو ماني. بصي، ساديو ماني فدي خالص، كان ساليو سيس راح بالكوره اخترق كل حاجه. هي دي النقطه الاساسيه، بلعبه واحده زي ما قلت لك منتخب السنغال مش لازم يسيطر على الكوره، هو عنده لونج بول، عنده لعيب زي كوليبالي او لعيب زي عبدو ديالو بيعرفوا يلعبوا الكرات الطوليه بدقه هايله جدا من نص ملعبه، هيعرف يلعب الكوره يضرب خط الدفاع بمنتهى السلاسه. انا بالنسبه لي هي القصه كلها دايما زي ما كان اسلام بيقول، لازم اضغط. بصي هنا ساديو ماني بقى فين؟ بقى في طرف الملعب خالص، اتاخر نفسه عشان يطلع الظهير، واللعيب رقم 8 ده هو عامل زي ايه؟ شادو كده، هو ملوش علاقه خالص بالكوره بس عشان مجرد ان هو يشغل المدافع، بحيث ان الظهير هيخش هيلعبها لساديو ماني اللي فجاه هتلاقيه في نص في منطقه الجزاء بيحط الكوره في العارضه.